لما يشوف بأن المسؤول في حالة تخبط في الندوة الصحفية 24 ساعة. البارح كان يقولوا لا غلق للملاعب ولا غلق للمدارس ولا غلق للمساجد. اليوم في فورم الشعب يقول وزير الصحة سنغلق الملاعب ونفكر بإغلاق المدارس. وسرى في اليومين الماضيين كانت 20 واليوم ما زالت 20. يعني الأمر يبدو بأن صانع القرار يجب أو صاحب السلطة أو وزير الصحة أو الحكومة يجب أن تظهر بمستوى الواثق من قراراتها على الأقل حتى نبعث برسالة طمأنينة إلى المواطن. نفس الشيء بالنسبة إلى الرحلات. كيف وزير الصحة اليوم حكى على رحلة ميلانو وأثنى على تعليق الرحلات مؤقتا وقال بأنه هذا أمر جيد، ولكن في نفس الوقت قال ماشي من صلاحياتي نتحدث عن الرحلات، خصوصا أنه كاين 30 رحلة ربما إلى فرنسا، من وإلى فرنسا. فهذا وكأن الوزير يقول لنا بأن الخطر ما يزال قائم على مستوى الرحلات القادمة من الخارج أو الذاهبة إلى الخارج.